تنسيق الجهود والسياسات على المستوى القارة الإفريقية لدعم وترقية مكانة المؤسسات الناشئة هو أهم ما خلصت إليه أشغال الطبعة الثانية للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة. المؤتمر وعلى مدار 3 أيام كان فرصة لربط جسور التواصل بين المؤسسات الناشئة في القارة الإفريقية ومختلف الفاعلين في عالم المقاولات. كل هذا المؤتمر باعتماد إعلان وزاري خاص بدعم شركة ناشئة في إفريقيا وكذا أيضا مذكرة لمكافحة ظاهرة هجرة الأدمغة التي كما تعلمون تعاني منها قارتنا. اجتماعات وزارية وورشة عمل كانت في صلب أشغال المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، تناولت سبل إنشاء نظام بيئي محفز للمبادرة والابتكار، خصوصا ما تعلق بإيجاد آليات إفريقية لتمويل المؤسسات الناشئة. اليوم كان إمضاء يعني شهادة ميلاد فيدرالية الأفريقية لرؤساء مخاطرين برأس المال التي ستكون شاملة وجامعة، تعمل من أجل وضع خطة الطريق، والعمل الفعال تحرح يكون إن شاء الله يوم 15 أبريل 2024. الهدف منها هي كما سبق قلت أنه سهل الحصول على التمويل، تستقطب رؤوس الأموال. الطبعة الثانية للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة كانت أيضا فرصة لتبادل الخبرات ومشاطرة التجارب في سبيل ترقية المؤسسات الناشئة ومرافقة أصحاب المشاريع والأفكار المبتكرة. كان هناك طبيعة الحال إبراز لأهم ما قامت به الدولة الجزائرية لترويض بيئة الأعمال في الجزائر والترويج لما يسمى بالابتكار، وكذلك للشركات الناشئة الجزائرية، باعتبار أن الجزائر هي دولة فاعلة إفريقيا، وبالتالي يجب أن تنظر إلى امتدادها الإفريقي ولما لا توسيع أسواق هذه الشركات الناشئة الجزائرية في العمق الإفريقي. شاركنا في المعرض والورشات والجلسات المغلقة من أجل دراسة كيفية تجسيد المشاريع المبتكرة، وكذا لبحث سبل إيجاد شراكات مستقبلية وجذب الزبائن، بالإضافة إلى التعرف على النظام البيئي للمؤسسات الناشئة في الجزائر. توحيد للرؤى وتكاتف للجهود بين مختلف الدول الإفريقية، توجه من شأنه تشجيع الشباب الإفريقي لخلق مؤسسات ناشئة تنبض بالابتكار والأفكار الخلاقة في سبيل تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في القارة السمراء.